اسم خالد بن يحيى ما كانش حتى ضمن المرشحين. فهمنا يمكن أول مرة نقولوك فهمنا بصفة غير مباشرة اللي مع رئيس الجامعة التونسية اللي ما نجموش نكونوا نخدموا مع بعض. كيفاش تفهمتهم فهمتش؟ خاطر الوقت اللي صارت اللي حبيت أنا معنا وقت اللي تخننوا نبيل في هو كونكورنس زودة سامية وقت طرق فيه فما شو بعد كلمني بعد مشكور كلمني بعد المخدي شو متاعه قلت له ليه ما حب يعطيني منصب في الإدارة الفنية ولا ما نعرفش المنصب اللي حب يعطيه لي قلت له ليه وقتاش هذا؟ بعدتو جوست بعد ما عمل ديزينياسيون تاع نبيل وقت ديزينياسيون نبيل وانا ونبيل كنا هذه المرة هذه معلومة ومرة نعطيه لي وقت اللي لا ديزيني معناها مش هو معناها القز نتاعي لي مونبر فيديرو الديريكسيون تكنيك قرروا باش ياخذوا نبيل كلمك ايش حكيته؟ لا لا كلمني قال لي ما قال لي معناها هو وعد اللي كان اللي باش يدرب الثاني باش ياخذ المهمه شنو هي المهمه انه الرسول اعلم كان قال لي عليه قلت له اعتذرت قلت له لا ما نشدش خاطر وكان انا شديت شنو المهمه؟ في الإدارة الفنية مدير فني معنا لازم هو ما نعرفش الحق أما المهم باش نكملوا باش ما نردوش معناها هذايا السؤال هذا طون دو كان تثبت نبيل وقتها سنة بامارشي معاه في التور معناها الأخراني الباساج هذاك وبعد اللي طحنوا وبعد أون أيتي روبيشي بال بدرشون ريزيرف صار وقتها وقتها لعبنا مع الكاميرون كان أنا شديت الكاميرون وخسرت من وقتها تنحيت عاد معناها كرمت الحتيبي عرفت كيف فهمتني ولا والله الحقيقة معناتها كنت مرشح باش تشد المنتخب بعد في ماتش الكاميرون هذاك لا مش مرشح كان انا معناها قبلت انا البوست اللي عطاهولي ونبيل معناها مشى ورجعت احنا وقتها من اسباب ادارية رجعنا في الكومبيتيسيون كان انا شديت انا وقتها انت علاش رفضت وقتها؟ رفضت شنو؟ المنصب هذاك شنو المنصب؟ المدير الفني ولا شنو؟ لا مش مدير فني قال معناها الحق ما نعرفش يعني شنو المنصب قد اما انا رفضت قلت له ليه قلت له بارك الله فيك مشكور ورفضت ما صارش حتى الكونتاكت وقتها مع رئيس الجامعة من وقتها شو ليه هو يخدم على روحه ونخدم على روحه علاش ما تشوف اسم خالد بن يحيى تو ما تشوف فما فيديو على اسم خالد بن يحيى في المنتخب بربي ما يسالش تو بدي تحب تعمل مشكل بالسيف علاش؟ كيف فوزي بن زرتي شت ثلاث مرات كل مره شهر وشهرين وينحيو معناها اذا كان معناها اذا كان خليني نقول لك في الكوره ديما في الكوره اون توك مثلا خلينا نحكي ديما على الكرة على الرياضة إذا كان يلزم ديما فما ديسمبر مثلا رئيس الجمعية ناخذوا ريفيرونس رئيس الجمعية شكون رئيس الجمعية الباهي باش الناس تتبع الباهي كان معناها تكنيسيان باهي يولي عندنا ريفيرونس شكون الريفيرونس نتاعنا قبل كان عبد المجيد الشتالي ريفيرونس اللي وراه توفيق بن عثمان ومختار التليلي ودرشكون معناها وسمراد ودرشكون كان عندنا ريفيرونس قبل معنا قعدنا بلاش ريفيرونس تو ومشكلة كبيرة خاطر إذا كان أنت اللي هو وانت بدي سلت بكري جاوبت على السؤال واحد قلت فوزي بن زرتي اذا كان فوزي بن زرتي معناها اون طونك تكنيسيان وبتيت رويتو ما يقعدش شهرين في ليكيب ناسيونال معناها ما فما حاجه كيفاش علاش ما تدخلنيش في مواضيع خاطر بريمو ما عندي حتى معلومه انا علاش قلت لك فيتو خاطر حتى مش من تو من قبل الثوره كان ديما اسمك معناها تحسوا كان فما فيتو على خالد بن يحيى المنتخب مش حتى في رئاسه وديع الجري حتى كان قبل ولا مش صحيح بربي المواضيع تحير فيهم علاش؟ تيليتي مواضيع سيبانين مواضيع كم مواضيع كبار هذوما مش كبار مش كبار معناها قصدي مانيش نحب نكبرها ما هو هكا هو شوف اقدار وظروف وساعات ياسر متكتم سي خالد ياسر متكتم تحس هكا فما برشا حاجات وماكش تحب تحكي فيهم خلي نسيرش نكتو شويه نكتو مش نعم. نكتو دور لو سونس اللي مره يحكيوا على العروي فما في مناسبه من المناسبات يحكي على الفيل اللي عامل في جهه يجي كلهم حصادهم وقت البي يجي كلهم الحصاد نتاعهم تلموا اهل القريه هذيك قالوا شنو هذا يا سيدي يجي هذا نهار كل يفسد لنا في الخير نتاعنا واحد في التمره نتاعنا تلموا الجماعه الكل اهل القريه هذيك ولا اعيان اهل القريه قالوا سيدي خلينا نمشيو للبي هذا نقولوا له يا خويا معناها شنو الفيل نتاعك بدلوا علينا معناها بعدوا علينا خلي نستقاتوا ونشيخوا تلموا كيما انت عيان البلاد ولموا حزموا رواحهم ومشاو للبي باش
تفضلوا واحد كل واحد كي جاي كنقول قدام البي ولا يلكلك واحد كل واحد ولا يشكر في الفيل المتحدث الرسمي في الاخر اللي هو معناه نورمال مو كي راهم ما حتى حد ما منزل من ما قال الحقيقه قالوا ما قالوا سيدي سي 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 البي راهو الفيل نتاعكم يحب على فيله ما نزيدوه انا ايش حبيت نقول لك في هذا معناها حبيت نقول لك اللي العبره كونه وقت اللي تبدا عندك شخصيه ولا تبدا عندك تو انا كنقول الحقيقه نقول الحقيقه برشا ناس تستحلى وبعد يقولوا لي يا خالد بن يحيى ما كانوش قال لك لماذا هذا هو اللي حبيت نقول شنو الحقيقه شنو الحقيقه اللي ليه مش الحقيقه معناها حبيت نقول لك اللي فما ظروف فما ظروف اذا بربي تو علاش انت خالد بن فوزي بن زرتي ما قعدت شهرين وين يجي على الاقل فكروا فيه انت ما فكروش فيه لا انا لا مش ما فكروش فيه انا يفكروا فيه ما في قلوبهم خاطر كان ينطق تو معناها يتنحى كيفاش؟ كي شنو كيفاش؟ كيفاش يتنحى كان ينطق؟ سي خالد نكون معك واضح فما فيتو سياسي ضد خالد بن يحيى خلي بلي نسالك انا سؤال علاش انت شد صحيح لي انا نجم نقدر باش نكون مدرب مع شنو ما تنجمش تقدر في قيمتك والسي في نتاعك والكارير اللي عملته ودرب ترجي والالقاب اللي كنت تحكي عليها والنجاحات ما تنجمش تشد المنتخب سي خالد قلت لك بلاك متعادي مش تولي لي متواضح تو ليه خاطر تو معناها شديت صحيح ونحب نعديه الموضوع هذا معناها انا عمري تحكي فيه ما ليه هو فيه مشي على روحه واحد يقلقك الموضوع باش ديما اولا ديما شرف باش واحد يرني الفريق الوطني معناها الدراب والبلاد انا راهو ما عرفش قداش عديت من عام باش ما نغلطش في العوام كابيتان تاع ليكيب ناسيونال راهو معناها وانا انا معناها كتفي تكسر في جرة ليكيب ناسيونال وشرف ليا باش انا ليكيب ناسيونال معناها لعبت فيها ورفعت معناها عالم البلاد وواحد جوتي معناها في وقت من الاوقات كنت النجم الملاعب التونسي الوحيد بعد طارق ذياب باش ياخذ بالون دور كنت عديت واحده من ليكوب دي مون دونك هذايا الكل سيت اون فيرتي الكاريري واللي عملته لتونس وفير انا معناها تونس عملته سيفيل ولا انا ملاعبي دونك تجيك انت باش تكون مدرب وطني مثل فيرتي تولي دوبل ولكن كيما الاقدار ما شاءتش ايش نعملوا لا مانا لا غال اقدار ولا حاجه اخرى تعدي وقولي تعدي